صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية على اعتماد عتبة ب5% للانتخابات التشريعية من خلال تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ما يجعل القائمات الانتخابية التي تتحصل على نسبة أقل من 5% لا تحتسب في الحاصل الانتخابي. تعديل صوت لصالحه النواب من كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني وكتلة نداء تونس، فيما عارضه نواب الجبهة الشعبية وكتلة الولاء للوطن. هذا التعديل أثار من جديد الجدل بين أنصار العتبة ورافضيها، باعتبار أن تمريره سيعيد تشكيل المشهد السياسي والحزبي التونسي لا فقط خارطة البرلمان. ويرى ملاحظون أنه في حال اعتماد العتبة ونسبتها فستكون النتائج المباشرة غياب أحزاب من البرلمان وتقلص تمثيلية بعضها مقابل تحقيق كل من نداء تونس والنهضة لمقاعد إضافية تمكنهما من الاستحواذ على أكثر من 180 مقعد من أصل 217. فهذه الأحزاب وفقا لنتائج الانتخابات البلدية ونتائج صبر الآراء تحظى بنسب تسمح لها بالاستفادة من العتبة التي ستكون في خدمة الأحزاب التي تتجاوز نسبة التصويت لها 10%. أما البقية فستكون مخيرة بين الاندثار أو التكتلات الجبهوية بغاية تحقيق نتائج مقبولة في الانتخابات القادمة. جمعية عديد عبرت عن استغرابها الشديد الذي ذهبت إليه السلطة التشريعية، وأوضحت في بيان لها أن قرار عتبة 5% سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الانتقال الديمقراطي، مبينة أن هذه النسبة عالية وفيها ضرب للتعددية الحزبية وإخصاء صريح لطيف هام من المستقلين والأحزاب. كما أشار جمعية عتيد إلى أن هذا التعديل يرمي إلى الاستئثار بالسلطة من طرف الأحزاب الكبرى ويستهتر بمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور 2014. جدل جديد يطرح قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها سنة 2019، فهل سيذهب البرلمان في الجلسة العامة إلى التصويت على هذا التعديل؟ أم أن أحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني ستضغط من أجل التراجع؟ دي عتبة 5%، هذايا باش نحاولوا نفسروه للسادة المشاهدين. معاك انت يا شيماء، خلينا نشوفوا معناتها شنو معناتها عتبة 5% في الانتخابات التشريعية القادمة. يعني هو كان في القانون الانتخابي السابق عتبة متاع 3%، يعني اللي يحصل 3% من مجموع الناخبين المسجلين في الجهة هذيك ينجم معناتها ينتفع بأكبر البقايا وينجم ياخذ مقعد. نعم. الآن معناتها بعد التجربة النظام الانتخابي البلدي نتاع البلديات الحكومة بعثت مشروع قانون باش تعادل فيه بعد تجربة يعني المجلس التأسيسي. نعم. والمجلس نواب الشعب من 2014 شافوا اللي ما فماش سبيل لإرساء استقرار حكومي، ما فماش معناتها حزب ما ينجم ينفذ مشروعه حتى الانتخابي، برنامجه الانتخابي اللي انتخبوها عليه الناس، لأنه فما برشا متدخلين، برشا حساسيات سياسية ما تحبش تتضامن مع بعضها، ما تحبش تحكم مع بعضها، دونك فما تشويش كبير في المشهد السياسي. لهذا ارتأت الحكومة أنها تتوجه مجلس نواب الشعب وتحاول تعدل. اللي ينقدوا في معناتها العتبة متاع 5% يقولوا اللي ينجم يكون ضر التعددية السياسية وتخلي كل الأحزاب الكبيرة هي تستأثر بالحكم. بالنسبة لي أنا ورأيي في هذا الموضوع هو شنو نستنيه نحن إجمالا من قانون انتخابي، نستنيه منه القانون الانتخابي إذا كان نرجع شنو الأسباب اللي خليهم يساعدوا معناتها نشرحوا فيها معناها لأنه فما أزمات سياسية. طوى أنت عندك الائتلافات في البرلمان ديما ائتلافات هشة، في ساعة ما تتبدل، فما قوانين معطلة، فما وصلنا حتى قروض معناتها ما تصوتوش عليها. هذه الكل راجع لأنه ما فماش هيكلة، ما فماش فلسفة متاع قانون انتخابي يخول الناس باش تنجم تحكم مع بعضها. هذا من ناحية. كيف ما جوست باش نرجع شوية، قلت لك القانون الانتخابي إجمالا شنو نستناو منه؟ نستناو منه أن يحترم قواعد التعددية وحرية الترشح. صحيح. وفي نفس الوقت لابد أن يضمن للناخب إمكانية الاختيار المدروس. توا بالتشويش الموجود معناتها نجموا نلقاو في جهات 80 قائمة يتزاحموا على 7 كراسي. هذا فيه معناتها خلط، الناخب ما يلقاش روحه معناتها ينجم يختار معناتها في ظروف معناتها هادئه ورسمية. يعني نفهم منك انه عتبة 5% هذه
تخفف شويه، تخلي احزاب كبيره تتغول تعمل توافقات كبرى، وممكن مستقلين والا احزاب صغيره تضمحل. ليه ما ينجموش يضمحلوا، ينجموا يعملوا ائتلافات جبهات، نجموا نعاودوا تشكيل المشهد السياسي في تونس. نحن تو عندنا زوز احزاب معروفين من غير ما ندخلوا في التفاصيل، ولكن عندنا طيف كبير من الاحزاب اللي هما متقاربين جدا ايديولوجيا وفكريا، دونك هذه فرصه باش معناتها يعاودوا قراءه السياسه، قراءه كيفيه العمل السياسي في تونس باكثر نجاعه واكثر فائده، وهذه انا نراها فرصه فريمون، معناتها فرصه باش نعاودوا قراءه المشهد باكثر نجاعه وعليها ثلاثه اسطوره. خلينا نجي لسي يوسف الوسلاتي نتحدث في النقطه هذه، يعني عتبه 5% في الانتخابات التشريعيه القادمة، شنو ينجم يكون الأثر متاحة على التوازنات السياسية؟ نعم. بعد انتخابات 2019 لتبسيط المسألة أكثر، إيش باش نقولوا احنا اليوم بالتأكيد النظام متاعنا الانتخابي كان أقل من ذلك، معناها العتبة كانت أقل من ذلك بكثير. كان من المفروض أن يقع التدرج شيئا فشيئا حتى يكتمل الوقت اللي يكتمل في نهاية الأمر الانتقال الديمقراطي في بلادنا، نجم تضيق حتى قعدت ربما عملية الفرز تصير أكثر وتتوضح الخارطة السياسية بصورة جيدة. اليوم لم يحصل هذا، ونقول لك حتى بصورة إذا مشينا في هذا في عتبة 5%، سنضرب أولا التمثيل النسبي يعني بمقدور 4.9%، يعني يجيب نعطيك بالأرقام يعني تقريبا يجيب 200 ألف صوت في الانتخابات ما يبدأ عنده حتى شيء، وهو رقم معناها مفزع. إذا واحد ممثل ب 200 ألف يعني 200 ألف لا اللي جابوا 15 على الانتخابات اللي فاتت معناتها ب 3000، نحكي على التشريعية مش نحكي على الانتخابات الجزئية نتاع ألمانيا. لا أنا نحكي لك على الحاصل للانتخابات، 200 ألف صوت ما تجيبش خليني نكلمك كرسي صعيب شوية معناتها في مختلف الدوائر. مانيش نحكوا على دائرة تنجم تجيب نظريا 200 ألف صوت في مختلف الدوائر وفي حتى دائرة ما تطلع 5000، ولكن توصل 200 ألف اضربهم انت في ال 24 فانت تو ترى معناها في نهايه الامر معناها يعني وقت اللي نتحدث على عشرات الالاف او ربما تجاوزنا ال 100 الف واكثر، اذا نتحدث عن جزء من الراي العام، جزء من الماس الكتورال قد تصبح غير ممثله في البرلمان. هذا من ناحيه، هذا ممكن ولكن كما قلنا بالتدرج. النقطه الثانيه تاثيرات رأي سلبيه، هي وقت اللي الناس اليوم حاطه في اذانها النموذج الامريكي. النموذج الامريكي يعني يلزم زوز احزاب كبار والى اخره، ولكن ينساو الناس انه هذه تجربه مختلفه تماما، انه حتى في الديمقراطيات العريقه مثل فرنسا راهو عندهم العديد ولا صحيح فما يمكن ثلاثه احزاب كبرى والى اخره، ولكن في نهايه الامر ليس هناك فقط معناها النموذج الامريكي او البريطاني نتاع الحزب العمالي لا مش هذا فقط، ثم تعدديه اكثر، ثم تمثيليه نسبيه اكثر، ولكن هذا حصل نتيجه عمليه فرز واضحه بالخيارات الاقتصاديه والاجتماعيه. انا نقول لك اليوم يوسف حسب المشهد الكبرى السياسي اليوم، حسب الواقع السياسي جوابا اليوم على سؤالك هذا بالذات، حسب المشهد الان ما فيهوش مقروئيه الاحزاب الكبرى هذه عندها نفس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي. ما تنجمش انت لو يطلعوا هما يبداوا موجودين في المشهد السياسي، انت ليس لديك مشهد مختلف. البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لنداء تونس هو نفس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للائتلاف، ونفس البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحركه النهضه، وبالتالي انت اقصيت تماما الحساسيات السياسيه الاخرى مثلا اللي تنجم تكون ذات توجه يسار اجتماعي او غيره. اما نقطه اخرى اجرائيه ونختم بها حتى لا اطيل، هذا من الزاويه السياسيه والقراءه السياسيه، ولكن من الزاويه العمليه اليوم تم المصادقه على هذا داخل اللجنه. نعم. ولكن فصل 106 من قانون الانتخابات يقول لك انه لابد وانه تتم عمليه المصادقه هذه 60 يوم قبل يعني قبل بسنه و 60 يوم قبل نهاية العهدة الانتخابية، بمعنى يلزم قبل 2 ديسمبر تكون الجلسة العامة صادقت على هذا القانون. هل أنه من الزاوية العملية بمقدورنا في خلال الأيام القادمة أن تمر من لجنة النظام الداخلي إلى الجلسة العامة ويتم المصادقة عليه للعمل بها في الانتخابات القادمة، أم أنها ستبقى معلقة؟
مهم برشا الحقيقة سي يوسف السؤال بتاعك، وباش نرجعوا نكملوا نتحدثوا في الموضوع هذا لأنه على قدر من الأهمية، لكن زميلتنا نادية رتيبي موجودة في القصرين باش ناخذوها في ربط مباشر. افتتاح أيام قرطاج السينمائية في القصرين في إطار يعني التوزيع العادل، يعني في كل المناطق يكون ثم احتفالات وثم يعني لهنا قاعات سينما وثم ناس قاعدة تتابع وتتفرج. خلينا ناخذوا معنا زميلتنا نادية رتيبي، نقولوا على السلامة نادية. مرحبا فاطمة ومرحبا بكل مشاهدي بتوقيت تونس. اليوم بتوقيت القصرين حاليا فما افتتاح لأيام قرطاج السينمائية في دورته الأولى ولأول مرة في ولاية القصرين. اليوم ولاية القصرين تشع أضواءها بأفلام ببعد ثقافي جديد بنفس ثقافي جديد. الأكيد ممكن ما فماش من حولي معناها حضور جماهير، لكن في القاعة الداخل تغص وتعج بمحبي الفن السابع. اليوم ايام قرطاج السينمائيه باش تفتتح في ولايه القصرين بفيلم لو باردون، وهو معناها للمخرجه الراحله فقيده السينما التونسيه رجاء سلامه اللي ما حضرتش على نهايه او تكمله هذا الفيلم، وكان زوجها سيد رضا سلامه اللي اشرف على نهايه الفيلم. اليوم العرض الفيلم اللي باش يتم بعد قليل باش يكون اهداء خاص لروح فقيده السينما التونسيه، وباش نتحدثوا على جي سي سي القصرين اليوم بحضور وفود من الفنانين من الممثلين من الموسيقيين اللي اليوم كانوا ضيوف شرف في ولايه القصرين، واليوم احيوا ليله من ليالي القصرين يبدو انها باش تبقى في التاريخ، يبدو انها باش تسجل وباش تطبع بصماتها بين كتب الثقافيه اللي بقيت تؤسس الى ثقافه الى عالم جديد، عالم ثقافي جديد بولايه القصرين. السيد نضال الميساوي وهو منسق عن الجي سي سي في ولايه القصرين، مرحبا بك بتوقيت تونس. اليوم لاحظنا انه فما وفود كبيره، جماهير كبيره، محبي الفن السابع في ولايه القصرين، وهذه حركه جديده، فعل جديد، ممكن انه يكون عنده تغيير جذري في الابعاد الثقافيه في ولايه القصرين. في البداية شكرا لك نادية، تحية لك ولكل مشاهدي قناة الوطنية الأولى. ببادرة من إدارة مهرجان قرطاج أيام قرطاج السينمائية بتونس في إطار تفعيل اللامركزية وحق الجهات في مواكبة الأيام هذه، بعد اليوم بعد العاصمة سليانة وصفاقة سنابل واليوم في القصرين، القصرين اللي نجحت في تنظيم التظاهرة هذه بإمكانيات ضعيفة لكن بحب كبير وإصرار للشباب نتاعها، هيئة مشرفة متكونة من شباب بالحق معناها متطوع لا لشيء إلا أنه يحب يوري صورة المشرق على القصرين، يوري الوجه الاخر اللي متخبي على الناس الكل. اليوم اليوم ايام قرطاج السينمائي في ولايه القصرين باش يمتد على 3 ايام، وفما جمله من الافلام اللي تم عرضها في الجي سي سي في تونس باش يتم عرضها ايضا في ولايه القصرين. كيما رينا الافتتاح بدا 6 نتاع العشيه، بعد شويه باش يتم عرض فيلم باردون للفقيدة السينما نجوى سلامه، باش يتم تكريم الفريق العام اللي معاها والممثلين الكل. ان شاء الله البرمجه باش تكون غدوه الصباح ان شاء الله بورشه في مركز فنون الدراميه والركحيه بالقصرين. الافلام باش تبدا حصتين، الحصه الاولى على الساعه 3 مساء والحصه الثانيه على 5 مساء. باش يكونوا حاضرين معنا افلام، فيلم لبناني، فيلم سوري، فيلم عراقي وافلام تونسيه شاركت في الكومبيتيسيون، وفي منها فيلم اخوان برادر هود اللي تحصل على التانيت الذهبي في الافلام القصيره. نشوفوا فما ضيوف فنانين حاضرين معنا اليوم، سيد محمد علي بن جمعه من ممثلي فيلم باردون اليوم حاضر في ولايه القصرين، شرفتنا مرحبا بك. اليوم حضوركم في القصرين وحدثنا شوية على الفيلم اللي لليوم فما معناها انتظارات كبيرة بشاهدوا فيلم مخرجة متاعه غايبة علينا. أول حاجة مبروك جي سي سي في القصرين، إن شاء الله تتعاود كل عام وتكبر، إن شاء الله نراو قاعات سينمائية أخرى جديدة في القصرين. كنا نحكيوا على ما عادش قاعة سينما ان شاء الله، خذ في القاعة ذي نعرف الثقافي نعرف اللي ثم معناها فضاءات خاصة والفضاءات الخاصة هي اللي تحيي البلاد زادا والحوم ان شاء الله. كان نرجع لك الفيلم سامحني، هو فيلم تعرض اول مرة في سجن برج الرومي بنزرت، ثاني مرة للجمهور العريض في ايام قرطاج السينمائية القاعة الكبيرة، هذه ثالث مرة يتعرض للجمهور، ففرحانين إن نكونوا موجودين. في نفس الوقت عنا حزن صغير اللي مولات الفيلم غادرتنا الله يرحمها نجوى سلامة، اللي هي امرأة معناها مناضلة قاومت المرض حتى لآخر دقيقة من نفس نتاعها،
وحضرت الفيلم، واخر كلمه قالتها هي سامحني. الفيلم عميق، يحكي على فلسفه الموت والحياه، يحكي على الظلم الخير والشر. فيلم فرحانه لان يكون فرد افيش مع ممثل كبير كما عابد فهد. اخر مره التقينا من 10 سنين في هدوء نسبي مع المخرج الكبير شوقي المجري في 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 مسلسل كبير هدوء نسبي. فلقاء في فيلم شخصيتين بريسك يحبوا يتقابلوا ما يتقابلوش. فيلم فيه برشا موسيقى من انجاز المايسترو رياض الفهري، في تصويره رائعه لمحمد المغراوي مدير التصوير. اللي لعبوا معنا الكل في الفيلم حتى ضيوف شرف كلهم كانوا بارعين في دورهم. ففرحانين انه اللوفر هذه حضرت وتتقدم للجمهور التونسي. شكرا لك نادية ارتيبي، وشكرا لمحمد علي بن جمعة. لو كان تسمح فاطمة فقط كلمة أخيرة لسيد عادل بكري، هو مخرج سينمائي أصيل ولاية القصرين وأيضا عضو بالهيئة. مرحبا بك وبإيجاز. نحن في القصرين نفتقر إلى قاعات السينما لعرض مثل هذه الأفلام، هل أنه فما خطوة قادمة لإحداث قاعة سينما في ولاية القصرين؟ هي إعادة بناء من جديد، لأنه في القصرين كانت قاعة سينما. نعم. وانقطعت كما الفعل الثقافي والفعل السينمائي في الجمهورية التونسية كل انقطع في مرحلة معينة بالرجوع إلى الثوابت. خاصة اليوم شنو الخطوة الجديدة اللي باش تقدموها؟ كونه إرساء مهرجان سينمائي خاص بولاية القصرين بدعم من أيام قرطاج السينمائية السنة هذه، وتحضير للسنة القادمة كذلك لإرساء يعني مهرجان يهم الشأن السينمائي في ولاية القصرين، ويحث السلطات الجهوية والمحلية على بناء وإرساء قاعات سينما. شكرا من الجميع. فيلم نتاع وقتاش يخرج؟ كل جماهير ولاية القصرين في دعوة إلى ولاية القصرين. مهم برشا الحقيقة. نعم. في إطار لا مركزية أنه يكون ثم مهرجانات في مختلف ولايات الجمهورية، وإن شاء الله يكون ثم مهرجان خاص بالقصرين على غرار الجي سي سي بطبيعة. باش نرجعوا نتحدثوا على عتبة الخمسة بالمئة عفوا على عتبة الخمسة بالمئة في الانتخابات التشريعية. باش نختم معك في كلمة قبل أن نمر زادة باش نتحدثوا على التعديل الحكومي ومآلات الأزمة. باش نعطيك سي الحبيب بطبيعة، لكن طلبتها شيء ما قبلك. جوست باش نربطوا مع اللي كنا نشوفوا فيها سي تري بو دو فواغ عادل بكري معناتها في التلفزة التونسية، خاطر اللي ما يعرفوش هو ممثل تونسي ومسرحي يعيش في إيطاليا ومثل في برشا أفلام منهم الباسيون دو كريست. دونك نحييكم على اختيار هذية. باش نرجع جوست معناها ملاحظة صغيرة، هو المشروع القانون اللي بعثته رئيس الحكومة للمجلس في 4 فصول يعني محددين وقاعدين يشتغلوا عليهم بكثافة، ودونك ينجم يكون يتعداو قبل 2 سبتمبر كيف ما قال سي يوسف. لكن الحاجة اللي نحن لازم عليها تو يقولوا فما احزاب كانت مستفيده من 3% وتو ماهيش مستفيده، هيك استفادت منها في البلديات وقاعده تشتغل. معناها نحن في الانتخابات اللي تعدت ما كانش عندنا انتخابات بلديه، ما كانش عندنا ممثلين بلديين. تو المشهد السياسي في تونس ماشي نحو الاستقرار، دونك هالتعديل هذايا مهم جدا باش نرسخوا من ناحيه تعادليه، اما من ناحيه اخرى يولي عندنا خط سياسي واضح في البلاد. خلينا نشوفوا سي راي سي الحبيب في الموضوع هذا. أنا تقديري حسب الـ ما يقوله خبراء القوانين الانتخابية، العتبة ما تصبح مؤثرة في ترشيد المشهد السياسي، بمعنى أنها تحرم أطراف وتفيد أطراف، إلا إذا كان فاتت 5 يعني في حدود 7% مثلا أو 10% توصل في بعض بلدان اللي فيها استقرار ديمقراطي معناها العتبة ما تولي تأثر إلا ما تفوت 5%، والدليل على ذلك أنه 3% مثلا ما أثرتش في المشهد الحزبي. إيه علاش ما تعملتش وقت 2014؟ إيه قاعدين يقدموا، معناها حبيت نقول أنه هما قاعدين يقدموا، لكن يقدموا بشكل ماهوش باش يأثر على المشهد الحزبي. علاش 3% ما أثرتش؟ بالعكس اللي أثر هو تجمع مثلا أحزاب مع بعضها كما الجبهة الشعبية، يعني 3% ما غيرتش المشهد الحزبي. يعني عموما الأحزاب اللي عندنا المكونة للمشهد الحزبي
تعوم في الأربعة والخمسة في المئة معناها تجيب في الأربعة والخمسة في المئة لأنه فضيحة إذا كان ما ثماش وإن كان ثم حزب جايب 0% وشارك في الحكم. نعم. إيش معناها؟ معناها المشهد الحزبي في تونس ما هوش مبني على الحضور البرلماني، ترشيد المشهد نفسه يكون بعتبة كبيرة، وبالتالي القضية مانيش قاعد نشوف فيها أنا معناها مأساوية كما يصوروها بعض الناس ولا باش تعطي معناها مشهد حزبي جديد، لا عموما باش يكونوا موجودين. لكن برشا قالوا أنه 5% هذه باش تخلق جبهات قوية، لكن حان الوقت فوالا حان الوقت أنه المشهد الحزبي التونسي يترشد يتعقل، بمعنى 200 واش حزب والا عندنا 10 احزاب في نفس التوجه وفي نفس الدائره. انه عندنا مشكل في القانون الانتخابي لهنا، عندنا مشكل في مشهد سياسي غير معقل، عندنا مشكل سياسي، عندنا مشكل نتاع كل زوج من الناس يتعاركوا كل واحد يعمل حزب يدخل الانتخابات بالحزب هذاك. طبعا المشهد السياسي الديمقراطي يزمو يتعقل يزمو يترشد، برشا اطراف سياسيه مانيش عارف علاش كل واحد منهم عامل حانوت حزبي، يعني يمكن أن يلتقوا مع بعض. يلزم دفع الحياة السياسية إلى الترشح، لكن مشكلة الأحزاب ما هيش العتبة ولا قداش العتبة. طالب أنت باش ما يقعش تزييف المشهد الانتخابي أو الإرادة الانتخابية في حكاية الإعلام، التمويل، تمويل الأحزاب، المال السياسي إلى آخره، أنا نصور هذا هو الأساس. أما 5% لن تؤثر مرة أخرى ولن ترشد المشهد السياسي. احنا باش نعودوا على التعديل الحكومي بطبيعة اللي صار الأسبوع الفارط، وباش نتحدثوا على مآلاته السياسية والاقتصادية في هذا التقرير. قبل هذايا نشكر سيف الدين العامري على الحضور معنا وتأمين يعني التعليق اليوم في البرنامج، لأنه عندنا ضيف آخر باش يدخل في البلاتو. نشوفوا الروبورتاج هذا اللي أمنتهولنا زميلتنا يعني لهنا الصديقة غفران العكرمي، عفوا، ثم لنا عودة. مفتتح هذا الأسبوع تحت قبة البرلمان كانت مصادقة نواب الشعب على الوزراء الجدد الذين اقترحهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، فكان نيل الثقة وتلاه أداء القسم. تحوير شمل 18 خطة بينها 13 حقيبة وزارية وخمس كتابات دولة، رافقه جدل سياسي ودستوري بشأن الصلاحيات يتمثل في موقف رئاسة الجمهورية غير المرحب بتعديل التركيبة الحكومية عند إعلانها، بالإضافة إلى مواقف عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية التي انقسمت بين مؤيد ورافض. يرى البعض أن هذا التحوير الوزاري سيمكن من تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وتحقيق الاستقرار الحكومي، منتقدين التشكيك في كفاءة بعض الوزراء وكتاب الدولة المقترحين في هذا التحوير. في المقابل هناك قراءات تقول إن هذا التحوير سياسي بامتياز وسيزيد في تعميق الأزمة، وأن الأزمة تدخل مرحلة جديدة وسيكون لها تبعات على الشعب التونسي. منح الثقة لتركيبة حكومة يوسف الشاهد الجديدة ترفع سقف التحدي أمامها، فإما كسب ثقة وتجاوز الأزمة وإما تعميقها، خاصة وأنها الحكومة المكلفة بتأمين الاستحقاق الانتخابي القادم. للبلاتو سيوسف، هل أنه التعديل الحكومي اليوم سيعمق الأزمة أم سيحل الأزمة؟ من الصعب أن يكون هذا التحوير الحكومي اللي صار في الأيام الأخيرة أن يساهم في حل الأزمة، لأنه اللي شفناه هو تغيير بعض الوزراء بوزراء آخرين بدون أن يكون تغيير لبرنامج، أو ولكن التأثيرات نتاعه تقريبا هي التالي. أولا نشأة تحالف سياسي جديد، الائتلاف الوطني، الائتلاف الوطني، كذلك حركة النهضة، المشروع، يعني ثلاثة مكونات أساسية لمشروع سياسي جديد يرأسه يوسف الشاهد وهم سلموا له القيادة في هذا المجال. ولكن ماذا حصل في الجهة المقابلة؟ هو استبعاد للأطراف الاجتماعية التي لم يتم استشارتها في هذه في هذا التحوير، وذلك على خلاف وعلى خلاف العادة وعلى خلاف ما جرى خلال السنوات الأخيرة من عملية تشاور وتقريب وجهات النظر حول على الأقل سياسة الحكومة في المجالات التي تعني هذه الأطراف الاجتماعية. كذلك استبعاد نداء تونس
الحزب الذي فاز في الانتخابات انتخابات 2014 لكنه ممثل يعني في الحكومة هذه. لا هو هو يقول أنه الموجودون في الحكومة لا يمتون له بصلة، هو كان واضح في هذا المجال وقال نحن هذوما ما يمثلوش نداء تونس. لكن الحقيقة هما برشا وزراء تابعين نداء تونس. هو يا فاطمة نحن لا نقرأ يعني النوايا. نعم. نحن نقرأ البيانات، هذم قالوا ما أن هم في الحكومة لا يلزمون نداء تونس وانتهى. نعم. نقطع نرجع للستر. الطرف الثالث الذي تم أقصاؤه هو رئاسة الجمهورية وقد عبر بنفسه عن ذلك وعن عتبه وعن خيبته في هذا المجال وقال كلاما جارحا حتى في هذا المجال. ولكن أنا فقط النقطة التالية هي اللي باش نختم بها في انعكاسات هذا التحوير الوزاري على مآلات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. اليوم إذا حكيت على القطيع مع الطرف الاجتماعية نحكي بالأساس على الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم خطاب الطبوبي من الواضح أنه أعطانا توجه جديد للاتحاد العام التونسي للشغل وموقف جديد نقرأه كالتالي. الاتحاد في فترة تحسين العباسي مشى في اتجاه الحوار الوطني وكان له دور في هذا المجال. في فترة الفارطة في برئاسة نور الدين الطبوبي بطبيعة الحال دخل في قرطاج واحد وقرطاج اثنين وحاول تقريب وجهة النظر وأعطى تصورات، طالب بضخ دماء جديدة في الحكومة، طالب بإقالة الحكومة، كانت له رؤية في كل الأحوال حول تلك الأمور. حصل ما حصل بعد هذا التحوير، الاتحاد انتقل إلى موقع آخر. لما يقول لك الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل في خطاب جماهيري أنه سنكتسح الشوارع ونكتسح البرلمان. نقرا هذا في الاتجاه الثاني انه البرلمان مش راهو اكتساح معناه لا ولكن هو سنذهب للبرلمان وربما سيكون التتويج لمختلف التحركات هو الذهاب للبرلمان ولكن سنكتسح الشارع بمعنى ان الاتحاد العام التونسي للشغل خير الان التعامل مع الحكومة وفق ما تقدمه وما تتخذه من إجراءات. والتقييم هو أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعبة جدا. نعم. الأسعار، انخفاض الدينار، تدهور المقدرة الشرائية، عدم إقرار زيادات جديدة تجعل ربما تدفع يبدو أنها دفعت الاتحاد إلى اتخاذ شعار واضح وهو أنه ضد الحكومة في اتجاه إقرار إجراءات شعبية جديدة تخرج الناس من هذه الأزمة. وصلت لكلامك ورئيس الحكومة اليوم السيد يوسف الشاهد طلب يعني تصل بنور الدين الطبوبي ودعاه للحوار وللتفاوض يعني في هو على كل حال انا علاش قلت لك احنا نقرا الخطابات والبيانات. نعم. الى حد الان ما ثمش صدى لهذا الاجتماع ولكن اللي واضح هو انه الاضراب لا يزال قائما. لكن بالنسبه ليك التعديل الحكومي هذا ماهوش باش يحل سيعمق الازمه والاقتصادية. ولا ننسى كاكبر حليف في فتره معناها كان يوسف شاهد فتره من الفترات لم يكن له حزام سياسي ولكن كانت الاطراف الاجتماعيه التي تسنده. سي الحبيب، التحوير الحكومي حسم معركة واحدة هي المعركة التي كان يعيشها نداء تونس من تقريبا أواخر يعني 2000 يعني من بعد تولي يوسف الشاهد بأشهر. المعركة داخل نداء تونس بمعنى المعركة داخل المنظومة التي واجهت منظومة الترويكا في 2012-2013 يعني المعركة داخل حزب الدولة. كل المعارك الأخرى اللي صارت كلها اللي جاء مع هذا واللي جاء مع الآخر هي عركة إما مع يوسف أو مع حافظ قائد السبسي. التحوير الوزاري حسم الأمر في هذا الاتجاه وأسس الائتلاف الجديد. ما زالت له معركة وحيدة هي في علاقة بالاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية ومشين 2019 بهذه الصيغة. واضحة فكرتك سي الحبيب. شيماء، اليوم هل يجب أن نراهن على جيل جديد من السياسيين اللي ممكن يكون معاهم هو الوضع الاقتصادي خير والوضع الاجتماعي يعني يتم تهدئته على الأقل، أي ولا لا؟ لازم المراهنة على جيل سياسي جديد، جيل سياسي يكون معناتها قاري الخارطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التونسية. صحيح صديقنا تكلم برشا على دور الاتحاد سي يوسف ودور الاتحاد حد ما ينجم يشكك فيه، ولكن كانت التفاوض معاه على تشكيل الحكومة أو أخذ الرأي نتاعو كان ضمن وثيقة كارتاج. ما لازمناش ننساو اللي وثيقة كارتاج ما عادش معمول بها، ولا رئيس الحكومة يطبق في القانون ويتبع في الدستور وهو اللي يشكل حكومته. وهوني نسمنو دور رئيس الجمهورية أنه هو في خطابه بعيد على اللوم وبعيد
بعيد على الكلام اللي تقال الكل، هو أكبر الدستور. دونك نحن كان يوم نفخروا بحاجة، نفخروا أنه جميع الفصائل السياسية في تونس تتبع في القانون وتتبع في الدستور وما تتجاوزوش. بالحاجة هذه المطمئنة نقولوا لي نحن نجمو ننجاو، نجمو نوصلوا لحاجة إيجابية. شكرا لك شيماء. احنا بالحق في خضم المشهد السياسي على اختلاف توازناته، حاجة مهمة برشا أنه دائما في نصير مشكل، في نصير أزمة، نرجع للدستور وللقانون التونسي، وهذا مثال يحتذى به في تونس اللي هي قاعدة تمشي في خطى حديثة نحو الديمقراطية. صحيح هي ديمقراطية ناشئة، أما بالقانون نجمو نرسيو الديمقراطية بالحق. احنا باش نواصلوا معاكم باش نتحدثوا اقتصاد الآن، الركن اللي من المفروض بطبيعة نقدمه أنا، باش نوخر شوية التالي باش نجم نقرأ على الشاشة. البنك العالمي يتوقع ارتفاع معدلات التضخم العالمية في الأسواق الناشئة والنامية. نجم نتحدثوا لهنا أنه تونس قاعدة تعمل في خطى حثيثة باش تنقص من معدلات التضخم. كان معدل التضخم 7.8% لكن اليوم انخفض إلى 7.4%، لكن يعتبر التضخم مازال يعني مرتفع، وهذا يأثر بطبيعة على مستوى الأسعار وعلى الاستهلاك وعلى نسق الاستثمار. نمر للخبر الموالي. تونس تعمل على محاربة نسبة التضخم المرتفعة 7.4% من خلال اتباع سياسة استراتيجية يعني تنجم تحدد لهنا بطبيعة، لأنه مستوى نجم نتحدث لهنا على الترفيع في سعر الفائدة اللي استقرت في حدود 6.75%. نمر للخبر الموالي حول تطور مداخيل تونس من القطاع السياحي خلال لهنا الترفيع في سعر الفائدة اللي استقرت في حدود 6.75 كنت أشرت وتحدثت عليه. تطور مداخيل تونس في القطاع السياحي خلال سنة 2018 بنسبة 24.4% باليورو و 39.5% بالدينار التونسي. ونجم نقوله أنه القطاع السياحي اليوم قاعد هو الركيزة الأساسية للاقتصاد التونسي كيف كما القطاع الفلاحي. ومن شهر جانفي حتى لشهر تقريبا أوت الموسم السياحي ثم ارتفاع بنسبة 48% باعتبار انزلاق الدينار. أيضا نمر للخبر الموالي حول ارتفاع مصاريف الطاقة ونفقات التسيير وحاجيات التمويل الداخلي، أيام التوريد أصبحت تتغذى أساسا من القروض. كنا كان تحدثنا في حلقات سابقة على أيام التوريد اللي هي الخزينة متاعنا من العملة الصعبة، وقلنا أن وصلنا ل 73 يوم قاعدين نوصلوا ل 78 يوم، لكن نوخروا تونس وقت اللي خذت قرض من بنك النقد الدولي يعني وطرحت السندات متاعها تقريبا 500 مليون يورو، كانت وصلت لعتبة 80 يوم توريد لكن انخفضت. أيضا نجمو نعتبروا هذية ونقيسوه أيضا بارتفاع النفقات خاصة على مستوى نفقات الطاقة. تونس كانت منجة قوية للطاقة لكن تراجعت بمعدل تراجع الانتاج، أيضا هذية اللي نجمو نقولوها في الأخبار هذه. ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1.1% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، واستقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك في مستوى 7.4%. عودة دائما لنسبة التضخم اللي تحدثنا في البداية، نسبة التضخم 7.4% واللي نقيسوها زادة معدل ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك اليوم 1.1%. نشوفوا أنه معدل الاستهلاك وقت اللي ثم وقت ذروة وإلا ثم موسم، يعني كما توا باش تجي العصيدة الزقوق والناس قاعدة باش تقبل على الاستهلاك العصيدة الزقوق، وتو بعديك نتحدثوا عليها في أكثر تفاصيل في موضوع الاقتصادنا لليوم، تشوف أنه معدل الاستهلاك يرتفع وهذا بطبيعته يأثر على نسبة التضخم. نكملوا مع الخبر الموالي. تراجع انتاج الصيد البحري في تونس بنسبة 18% خلال السنة الجارية، بلغ الانتاج الحالي 11465 طنا مقابل 13935 طن خلال سنة 2017. التراجع هذايا نجمو نتحدثوا على موسم فترة الأمطار اللي جات معناتها، وأنه المجال صيد البحري القطاع هذايا ما خرجوش برشا صيادة باش يصيد
يصطادوا، نجم نفسروا يعني باهية المطر الحقيقة كي تصب في بلادنا هي خير يبعثوا ربي، لكن لهنا يأثر نسبيا على قطاع الصيد البحري، أنه تعرفوا موسم الصيد البحري وقت اللي البحر يبدأ هادئ ومعناتها والأمواج ما تكونش كبيرة. احنا باش نتحدثوا في تفاصيل في موضوعنا الاقتصادي لليوم اللي باش نتناولوه تحديدا على ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، إلى متى يتواصل هذا التضخم؟ موسم الذروة اليوم الناس تتشكى من ارتفاع الأسعار الخضر والغلال واللحوم، لكن في المقابل قاعدة تستهلك، وهذاك علاش العرض والطلب يعني يكون في نسبة متعادلة نوعا ما، وإلا العرض متوفر والطلب متزايد. نشوفوا التقرير هذا اللي عادتهنا زميلتنا زهرة فضلي، ثم لنعود للحديث أكثر تفاصيل في هذا البلاتو. مؤشر الأسعار عند الاستهلاك هو مؤشر إحصائي يقيس التغيرات اللي تصير في المستوى العام للأسعار انطلاقاً من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات الأساسية المستهلكة، ويفترض في تركيب السلة إنها تعكس بنية الإنفاق الاستهلاكي للأسرة. المعهد الوطني للإحصاء يقوم بتتبع تطور الأسعار هذه في المناطق الحضرية الكبرى ورصدها وقياس تغيرها من فترة إلى أخرى، شهر أو فصل أو سنة. وناخذوا على سبيل المثال آخر الإحصائيات اللي كشفها المعهد الوطني للإحصاء واللي تقول إنه مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاع بنسبة 0.5% خلال شهر سبتمبر 2018 مقارنة بشهر أوت 2018، والسبب يرجع بالأساس إلى ارتفاع مواد وخدمات النقل بنسبة 1.2% نتيجة مراجعة أسعار المحروقات، وكذلك أسعار مواد وخدمات مجموعة التعليم اللي سجلت ارتفاع بنسبة 4.9%. في المقابل سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك تراجع إلى حدود 7.4% بعد الاستقرار اللي شهدته طيلة الشهرين السابقين، وذلك في حدود 7.5%، وشهدت نسبة التضخم خلال السنة الحالية نسق تصاعدي من 6.9% خلال شهر جانفي 2018 إلى 7.8% خلال شهر جوان. ومن المعلوم أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك يختلف حسب الطلب، كلما زاد الطلب ارتفع مؤشر الأسعار، وهذا غالباً ما يرتبط بالمناسبات والأعياد. فعلى سبيل المثال أسعار الخضر وخاصة الخضر الورقية ترتفع مع اقتراب عيد الأضحى نظراً للإقبال عليها من طرف العائلات التونسية. واليوم نحن على موعد مع المولد النبوي الشريف، السنة الفارطة المواطن التونسي اتشكى من ارتفاع سعر زقوقو اللي وصل 23 دينار، ارتفاع أسعار الفواكه الجافة. ورغم أن وزارة التجارة أكدت أن سعر الزقوق السنة انخفض بالمقارنة مع السنة الفارطة، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 20 و 21 دينار، ويتراوح سعر الزقوق المرحي بين 26 دينار و 28 دينار، فإن المواطن يعتبر أن الأسعار ما زالت مرتفعة وكان يتوقع أنها تنخفض أكثر، لا سيما بعد محاولة السنة الفارطة مقاطعتها. ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل ونفقات التعليم يأثر بالضرورة على المقدرة الشرائية للمواطن اللي ما زاد يستنى في إجراءات من الدولة تساهم في تعديل مستوى الأسعار، خاصة في المواد الأساسية واللي أغلبها يوصل يتفقد من السوق أو يكثر عليه الطلب في فترات معينة كيف المواسم والأعياد. ثم للبلاتو موضوعنا الاقتصادي اليوم ليحضر معنا فيه سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لترشيد الاستهلاك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا لك. كنت تشاهد في التقرير معنا ارتفاع في الأسعار، عنا نسبة تضخم اليوم تقريبا 7.4% ومرجحة أنها تزيد ترتفع وتوصل 7.5%. إذا كان نجم نفسروا الأسعار اليوم، هل يمكن التحكم فيها وإلا ثم مضاربة كبيرة قاعدة تصير؟ نشوفوا رغم حملات المقاطعة اللي دائما الناس تروج لها سواء كان على شبكات التواصل الاجتماعي ولا غير شبكات التواصل الاجتماعي، ثم مقاطعة جزئية يعني تصير، وذلك علاش نجم نقولوا أنه الأسعار ماهيش قاعدة تنخفض، بالعكس عمال وين تزيد تتصاعد. نفسروا النقطة هذه معك سي لطفي. صحة، حبيت هيكلة الأسعار، نحن باش نفهموا الظاهر هذه نفهموا هيكلة الأسعار، شكون يتحكم في هيكلة الأسعار؟ شكون يتحكم؟ أعطينا. يتحكم فيها المضارب ويتحكموا فيها المساحات الكبرى. المضارب اللي مسيطر على ثلاثة حلقات نتاع أساسية هي الإنتاج عن طريق التخدير، المخازن، وأسواق الجملة عبر الفوز بصفقات لزمات لإدارة الأسواق. نعم. هذا المضارب اللي شادد السوق. السوق. المساحات الكبرى كيفاش؟ المساحات الكبرى تتحكم في السوق
باعتماد المارش شريير اللي هو غير قانوني. نفسروها كيفاش؟ تشري منتوج ب 10,000، نعم، يوظف عليه 30% الربح نتاعو، يزيدوا التي في ا، لكن كي باش يجي يخلص المنتج ما يخلصوش على 10,000، يخلصوا موان 20% الا 20%، يسموها مارشارير. دونك يتحكم في السوق، وعلى ذاك نحن نشوفوا برشا، نشوفوا مصنعين يملكوا مساحات كبرى، تلقى السوم تاع بضاعه معينه عنده هو رخيصه برشا مقارنه بالسوم في مساحه كبرى اخرى. نعم، على ذاك ال 20% هذيك هي المارش بينيفيسيير بالضبط. هنا باش نعطيك شويه ارقام على المساحات الكبرى. الترونجيه مثلا ب 104,000 الكيلو، النعناع 185 دينار، الرند 59 دينار، الكبار 46 دينار، الفاريون 13 دينار، الكروي 16 دينار، الفول 7,000، الحم 17 دينار، العدس 11 دينار، الفلفل 19 دينار. هذه كي تشوف البضاعة وتشوف المنتوج ما تلقاش السوم يمشي مع المنتوج، التكلفة وهامش الربح بعيد ياسر. هذوك مزوز تو بدينا نحن في نسق تصاعدي، والمارشالير السنه في 20، العام الجاي 22، وهي ماشيه ديما في نسق تصاعدي. احنا جايين تو الموسم المولد النبوي الشريف، وتعرف الاقبال نتاع التوانسه معناتها العادات نتاعنا كونه يقتنيو زقوقو والفاكهه. اليوم فاطمه نعرف انت ربما لا احنا الوقت يتحكم فقط منهجين، انت متمكنه من الامر اكثر مني، اما انا احسبني مواطن عادي بسيط جدا. توا قلت لي هالاسعار هذوما وعطيتنا والى اخره، نحب نعرف شكون يسرق فينا، جاوبني على هذايا وكاو. الزوز شكون نسميهم لنا؟ نسميهم لنا، خلي نتوجهوا للدوله بصوره مباشره ونقولوا لها يا دوله شد علينا هالجماعه السمساره هالنهابه اللي هم ردوا لنا الاسعار بهذه الكيفيه. ربي يسميهم لنا. انت لخصت مشيت للاخر اي ما نحبوا بالفلاني معناها المضارب اللي يتحكم في السوق والمساحات الكبرى اللي نشوفوا الاسوام خياليه. هو كان تبعتني باش ندرج وتو تفهم بها وباش نفهم. يعني ترى هو اللي كما قلت انت، انا قلت لك عطيتك الحلقات يخزن يخضر ويخزن ويتحكم في الزقوق. هذا كل وصل ل 24 دينار الكيلو، هذايا الزقوق العادي. المرحي وصل حتى 30 دينار. به نعرفوا انه السنه الفارطه قاطعوا الناس الزقوق وما شراوش، قعد برشا مخزن. اليوم المخزن هذاك قاعد يتباع في السوق. اي لهنا الاسعار ما انخفضتش، ما تخفضش خاطر يتحط بالسوق. علاش؟ علاش؟ خاطر هو يحب ديما يحطنا في ريتم تاع غلاء في النيفو هذاك. هو عنده في المخازن نتاعو عنده الفلوس، ما عندوش مناش. الفلاح خلص عنده عام وباعها ب 5,000 ب 6,000، يجي هو عنده المخزون. فبدي على ذلك نحن طلبنا السلطة باش تكثف الرقابة على المخزون هذه، ما نعرفوش شنو. ثم حاجة مهمة زيادة على المستوى الصحي، معناتها زقوق هذا راهو قاعد يتخزن في مادة بلاستيكية اللي هما حكوك بلاستيك، ويتحط الزيت معناتها فوقهم ومن بعديك يتروج. ونحن نعرفوا أنه مادة البلاستيك تسيب مادة، المادة هذه سامة، وهذاك علاش احنا اليوم راهو قاعدين نسمعوا في برشا امراض قاعده تصير، ومرض السرطان اللي كان سبب رئيسي من انه الناس تشرب من دبابز البلاستيك. يعني لهنا يلزمني نسيخ المعلومه هذه لانها معلومه بالحق دقيقه وعلميه، ويلزم الناس ترد بالها منها. الناس اليوم قاعده تشري. مش معقول الزقوق اللي فيه مشبع بالزيت من 5 الى 10% زيت يقعد عام كامل في وسط اناء بلاستيكي ومخزن ويتباع وما ثمش تفاعل. يقول وسعره غالي، وسعره غالي. يقول لك ما ثمش تفاعل بين خاطر هو بلاستيك غذائي معناتها معد للواحد. ما نتصوروش كان ما ثمش تفاعل، ما نتصوروش كان ما ثمش اضرار. شنو الحل هنا سي؟ مقاطعه. مقاطعه الحل. مقاطعه عملناها السنه الفارطه وبرشا ناس يقولوا انه قاطعوا، لكن اون طون ريال معناتها اذا كان نتحدثوا على المستوى الاقتصادي كي تقراها قراءه، اذا كان السعر ما انخفضش معناتها المقاطعه ما صارتش. خاطر السوق مش عرض وطلب، السوق يحكم فيه المضارب وتحكم فيه المساحات الكبرى. كان جاء عرض وطلب وتعمل مقاطعه يتيح، هو بفلوسه عنده فلوسه مخزنها، يقول لك ما تبيعش السنه تبيع العام الجاي. شيماء عندك تعليق؟ هو الحقيقه معناها الحديث على مقاطعه التونسي هذه نجم تقول سرياليه شويه.
نقولوا فما يعني حملات سريالية خاطر تونسي مستهلك بالأساس غير واقعية مستهلك بالأساس ومستهلك وفي خاصة في الأعياد وفي المناسبات يعني قليل وين يتنزل لك على حاجة ذوما. بالرجوع على الأمراض اللي في زقوقو حتى زقوقو المخزن معناها اللي مش مرحي تجي فيه فطريات والفطريات هذيك ممكن سامة وممكن تسبب سرطان معناها سيتان برودوي تخي ديليكا لازم معناتها وزارة الصحة والقايمين على شأن هذا الكل ياخذوا احتياطاتهم ويرشدوا خاصه المواطن. نرجع لنقطه اخرى يا اخي توفي حكايه المقاطعه وانت معناها ترشيد الاستهلاك يعني يدافع على المستهلك تقريبا جمعيه مدنيه. نحن باش نعطيك فكره يمكن على المنظمه تاعنا. نحن منظمه تونسيه لشد المستهلك تعمل عام 2012 منظمه غير حكوميه. نحن منظمه مدنيه معناها نحن في النشاط ثم ثلاثه جمعيات ثم نحن وثم لوديسي وثم 20 مليون مستهلك. داكور سؤالي بالله تفضل سي الحبيب عجيله يعني الوقت يعني كي نطالبوا المقاطعه معناها نعرفوا في الدوله احنا كمواطنين نمشيو معناها كائنات سريه هذم المضاربين معناها ما نجمتوش الدوله باش تنجمهم المستهلك يعرفوهم الدوله معناها دعوه للشعب التونسي انه يواجه المقاطعه هذه باش يكون هو رده فعله على المقاطعه الحديث عوض نقولوا معناها شكون هم هالمضاربين هذوما ويكون دوركم انكم تكشفوهم انتم والاعلام دوره انه يكشفهم والدوله تعرفهم واحد عملنا حمله احنا نرميو الكره في يد الشعب يا شعب لا لا هو لهنا لازم ثقافه الاستهلاك نحن حمله حل فريقو حل فريقو ومشى سيد رئيس الحكومه ومعروفين الفاسدين معروفين الاحتكاكيين ومعروفين المشادين للقانون يلزم ترسيخ ثقافة الاستهلاك زاد اليوم وقت الأشعار قاعدة تشعر يعني لحنا بيعش بالمنظمات وبالجمعيات تمشي تواجههم هذوما باهي خليني نفهم خلينا نفهم المضاربين لهنا كنا نتحدثوا أنه المنتوج يخرج من عند الفلاح وهكا السيركوي اللي يجي في الوسط اللي هو يمشي للوسيط ويمشي بعد باش يوصل هو المساحات التجارية الكبرى ولا يوصل باش يتسوق ثم حلقة كبيرة مسيطر عليها اللي هما المضاربين بالضبط. يعني لهنا قلت انت ما نجموش يتحكموا فيهم ما نجموش وزارة التجارة لهنا قد ما قامت بحملات وكذا ما نجمتش انها تسيطر عليهم بقانون بسيط من المنتج المستهلك إذا كان تعمل القانون هذا منتج المستهلك وتعمل تعاضديات ولا واحد والمنتج يتلموا في تعاضديات ويبيع من المنتج المستهلك راهم تنحات الحكاية. أما الاحتكار مادام موجود ومادام ثم ناس عندها فلوس وعندها فريقوات وتخضر من الثانية وبعد تحط في الفريقو وتهبط شاش تحب للسوق بالسوم اللي تحب عليه مادام تنحاش المضاربة. خلينا نفهم اقتصاديا نعرفك عندك معطيات كبيرة في المجال الاقتصادي. إذا كان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك يرتفع هل بالضرورة التضخم يرتفع أيضا؟ أكيد. كيفاش؟ بالطبع مادام هو النسق التصاعدي موجود فهمتني وتغلي خاطر اللي يغلي مش على حسب المنتوج على باش ياخذ ربح مش عنده حق فيه. به نرجع لنقطة أخرى المواد كيما الفاكهة اللي قاعدة تتوزع في الأسواق واللي وصل السعر نتاعها تقريبا البندق 150 دينار 140-150 دينار في 110 ثم مناطق في مناطق يوصل حتى 150 المناطق. المواد هذه المعروضة تجينا من الخارج من يعني عن طريق التوريد لهنا شنو الحل يعني نحن عملنا إيقاف البيان الإخراني للمواد هذه شنو يصير مع انزلاق الدينار يلزم احتساب انزلاق الدينار لهنا بالضبط نحن عملنا البيان الإخراني اللي قبل هذا التحجير المطلق لتوريد كل المواد الاستهلاكية التي لها مثيل يصنع في تونس والمنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية باستثناء المواد الأساسية كما الزيوت والحبوب. نحن كي نلقاو جارنا الجزائر الشقيقة اللي منعت في 2018 ألف مادة باش تدخل الجزائر باش تحمي اقتصادها. نحن بالعكس معامل قاعده تسكر النسيج الاقتصادي نتاعنا قاعد ينهار تدريجيا تكستيل برشا قاعد ينهار وماناش قاعدين نحميو في الاقتصاد نتاعنا وقاعدين نوردوا في حاجات ما نستحقوهاش. نحن كان نوقفوا التوريد والتونسي كان نحن عندنا حمله كامله قاعده متواصله كانك تونسي شري تونسي تتحسن. نصيحتك للمشاهدين اكيد برشا ناس توا معناتها قاعدين يشاهدوا فيك طريقه التحكم في الاسعار يعني ماهيش بيد المواطن التونسي لكن طريقه التحكم في الاستهلاك
بيد المواطن التونسي. صحيح. كيفاش؟ كيفاش نجموا اليوم نرشدوا الاستهلاك على الأقل، والحملات اللي أنتم قاعدين تقوموا بها على أي مستوى الوظيفة متاعكم تحديدا؟ نحن عن طريق مركز النداء متاعنا 81 10 44 44 نقوموا بحملات توعوية على ترشيد الاستهلاك. يعني كيفاش معناتها؟ عن طريق الإعلام بهم. وإلا لا نتصلوا بهم بس أماس ونكلموهم وكل شيء. عندنا منظومة كاملة، منظومة المستهلك الفاعل، فيها قرابة 12,000 مستهلك فعلا نتواصلوا معهم، وعلى ذلك متاكد من الحمله باش تنجح. يعني تنجم تكون كافيه؟ نعم الطريقه هذه تنجم لا ماهيش كافيه. نحن باللي نعملوا مجتمع مدني، ماناش فهمتني باللي نحاولوا نحن فهمتني منظمه غير حكوميه تحاول كيفاش ما تاخذ دعم في حد شيء. ماناش لوديسي اللي خذيت من 2011 لتوا قرابه مليار ونص، ونحاولوا نحن بمجهودات نتاعنا نمروا لهذا. نحن في ترشيد الاستهلاك موشي كان في الخضره والغلال وكل شيء، استاك زاد ب 12% من ابتداء من 1 سبتمبر، معناتها عندنا فاتوره غاليه باش تجينا في جانفي باش يحسبوا لنا 8 شهور، وهنا عندنا اشكال كبير في طريقه الاحتساب الفاتوره هذه، كيفاش باش يحسبوها من 1 سبتمبر اللي قبل كيفاش بيحسبوه واللي بعد كيفاش بيحسبوه. البنوك زاد كيف قاعده الخدمات البنكيه قاعده تتصاعد. الواحد البلاد الوحيده اللي الخدمات البنكيه من الى ما يعطيك بالضبط الخدمه قداش سومها. صحيح. يقول لك مثلا الخدمه البنكيه الفلانيه فيرمون ولا هو يقول لك من سوم 2000 الى 10,000 قداش بالضبط ينحي لك ما تعرفش، ما تنجمش تعمل كومباراتيف بنكير. هذه الاشكاليات هذه اللي باش المستهلك يلزمه يعرفها، يلزمه يحاول كيفاش يرشد استهلاكه فيها باش ينجم يجابه الغلاء هذا. استهلاك واضح سي لطفي رياحي. نختموا كلمه واحده نختم بها فاطمه، بالتاكيد العمل نتاع المجتمع المدني مثل جمعيه ترشيد المستهلك تبقى مهمه ودورها توعوي مهم، لكن راهو كيما نحاربوا في الدخان هي تحارب في الدخان. ولكن انا نصيحتي التوانسه يفترض انه اي حكومه يحاسبوها وينتخبوها واي حزب ينتخبوه على قاعده برنامج منه ايش باش تعمل في المخازن. المخازن هذه راه ماخذينها اصحابها هذوما ماخذينها من دافعي الضرائب ومن اموال البنوك، ومع ذلك ياخذوا فلوس التوانسه ويوظفوها ضدهم في عمليات نتاع سرقه او نهب. يفترض أن الحزب السياسي قدم تصوراتها حول هذا. نحب اخيرا مجلس المنافسه مشكور اخيرا خرج قرار باش يوقف الزياده بتاع 30% على العمليات الجراحيه في الكلينيك. هنا نحبوا نسهلوا نحن الاجراء هذا مع الكنا ولا مع الناس اللي عملت عمليات، وكيفاش باش يرجعوا لها فلوسها، وكيفاش باش الواحد وندرا زياده باش يقعد يطبقوا القرار وما يطبقوش. راهو الاستهلاك فيه نكته ان شاء الله نتبعوه الموضوع هذا على خاطر مهم برشا وجيد جدا انك طرحته معنا اليوم. سي لطفي الرياحي رئيس المنظمه التونسيه لترشيد الاستهلاك كنت معنا، شكرا لك. نواصلوا معنا، شكرا لك مدك مبروكه. ايضا نواصلوا معاكم، نمشيو للمجال الثقافي نشوفوا عنصر مصور حول عرض بطبيعه ل 24 عطر محمد علي كمون، ثم لنا عودة. يا ذاك الحبيب
عودة لبلاتو بتوقيت تونس. العرض هذايا هو خلطة موسيقية عجيبة الحقيقة بين البدوي والأندلسي والصوفي. العرض أيضا باش يكون غدوة تحديدا في مدينة الثقافة من تنظيم بعثة الاتحاد الأوروبي والقطب الموسيقي بمدينة الثقافة. هو تحديدا احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي، ويحضر معنا في البلاتو صاحب عرض 24 عطر وهو عرض الموسيقي الفرجوي هذايا، الموسيقي التونسي محمد علي كمون. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء الخير ونشكركم على الاستضافة. يعطيك الصحة أنت على الحفلة هذه اللي لقات معناتها إقبال كبير عند التوانسة، ولقات زادة معناتها شكون الناس اللي تحب النوع هذا والنمط هذا وتتبعوا، شنو تنجم تقولنا في هذا الإطار؟ والله حاجة تشرفنا، خاطر المشروع هذا تبناه في الجهة التونسية في إطار ورشات ميدانية قمنا بها أنا والفريق التقني والفريق الموسيقي متاعي، وعملنا جولة في 24 جهة تونسية لمدة سنتين. قبل كنا في لقاء مع حفظة وشيوخ من التراث بأنواع وأشكاله. يعني من كل ولاية خذيتوا موروث خاص بالجهة والولاية هذه؟ في الخريطة الطريق بتاعنا كان عندنا 24 ولاية، لكن يعني التقسيم اللي صار في المشروع هو خدمنا معناتها بالاساس على الغزل وعلى البورتري بتاع المراه التونسيه تيماتيك معينه، ومن بعد خرجنا 6 ألوان ونحينا الحدود الموجوده ما بين الولايات وخرجنا 6 ألوان هما اللون الاندلسي اللي تم يمتاز به لو تيغوار اندالو التونسي، يعني شمال شرق تونس بين تستور وانتهابه المدن، يعني مدينه تستور مثلا، مدينه زغوان خدمنا فيها، مدينه بنزرت مثلا، تونس هي ايكول دو ريفيرونس في المالوف، عندنا الجبال الاطلس اللي هي القصبه معناتها والجو الشاوي اللي هو في الاصل معناتها تعرف الحدود هذيك ما بين الجزائر وتونس، معناتها حدود معناتها جديده مستحثه من عهد الاستعمار، لكن كان نفس الاغاني كانت لقيناهم يتغنوا في الجزائر بالبربري بالامازيغي موجودين في تونس في الكاف، موجودين في سبيتلا، موجودين حتى تهبط وين جبال لوطا معناتها مغزى اكسترا. نفس الديمارش هذيك خدمنا على اللون البدوي في المناطق الصحراويه، خدمنا على الحضره النسائيه، خدمنا على حتى في الموسيقى الصوفيه نتاعنا، المشاهد الصوفي والعيساويه موجوده، المراه البيضاء يغنيوا عليها في دار شعبان مثلا. مشهديا كيفاش قمتوا باخراج هذايا الكل على الركع خاصه؟ والله الحقيقه شوف هي معناتها سي ان بريتكست دو كرياسيون، فهمتني؟ خاطر كي مشينا كي درنا العناصر معناتها العناصر الطبيعيه والاجتماعيه والفنيه وحتى الاقتصاديه اللي موجوده، خاطر احنا الحمد لله ونا في فينونسمون معناتها من وزاره الشؤون الثقافيه اللي مكننا باش نقدمنا بحققنا الحلمه هذه. دونك كي تلم العناصر هذه وتكون في لقاء معناتها مباشر مع الذكرى الشعبيه، بالطبيعه مش تتولد حاجات. كي انت ساعه كي تجيهم انت من تونس وتجيب ليكيب نتاعك، واحد بالبيانو واحد بالباتري وواحد جماعه تعزف من الديسيبلين سيمفونيك، هما ديجا يكبروا بيك ويراو حاجه كبيره ومش يعطيوك كل شيء. معناتها وانت سي محمد علي كنت في عرض اختتام كارتاج، يعني كنت ايضا على الركح معناتها ترقص وتتحرك، هل كان في الاطار هذايا الفرجوي والا؟ والله ما حسبناهاش الحقيقه، هي كانت بمثابه عرس المشروع، لانه احنا بعد الجوله اللي قمنا بها قدمنا برشا معناتها عروض مستوحات من الجولات اللي قمنا بها، مثلا عرض عطوري قدمناه في افتتاح يوم قرطاج الموسيقيه 2016، النوبه المعطره اكسترا، يعني قدمنا شويه ديزابيرسو من الخدمه. ومن بعد سيتي المومون اللي مشينا 3 سوايع ديجا ما يتعاودوش هذوكم. كيفاش تقيم العرض هذايا؟ هل هو بالنسبه ليك نجاح؟ هو العرض كارتاج اذا كان معناتها بالتقييم جماهيري هو ناجح الحمد لله، لانه جانا جمهور. اول مره حسيت روحي معناتها انا كشخص يعني خرجت من السجن نتاع النخبه، هذاك العروض الثقافيه النخبويه، وليت معناتها حتى العطار نتاع الحومه معناتها يسلم عليا مش كي قبلت يفرحوا بيا القهواجي كيف وشيما كانت حاضره. انا حضرت ونهارتها نفكر كان برشا شتاء وخفت لما يجي الجمهور، وفي النهايه كان سيتي تري اكسيلون، معناها سيت ان كرون سوكسي ليك وللفرقه نتاعك. كل حياد كيفاش تقيم؟ يهبل العرض
علاش؟ على خاطر ديما الناس اللي تخدم على الموروث نعرفوا نفس الاغاني في العرض هذايا. فريمون اكتشفنا معناها فرصه باش نكتشفوا اللباس، العادات، التقاليد، وزيدك فما ناس يغنيوا مع بعضهم هما مش من نفس الولايات، معناها فريمون المصالحه الوطنيه على اصولها. الحمد لله. احنا في الاطار هذايا باش نعديو اوماج لمسه وفاه لروح حاتم بالرابح اللي توفى اليوم واللي تشهر اكثر في مسلسل الخطاب على الباب. ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله يرزق اهله الصبر والسلوان. قاسم كيفي نحب نوجه له قاسم كيفي ايضا الروح الطيبه، انسان عطى برشا الموسيقى التونسيه والله يرحمه ونداله بالرحمه. هي لمسه وفاه اوماج لروح الفقيد حاتم بالرابح. نشوفوها ونشوفوها. اسقط علينا عيش بنتي. خاتي لمنانة. صباح الخير خاتي لمنانة. نهارك سيء. صباح الخير يا مفيدة. مفيدة؟ لا لا مشني مفيدة، لا حد. فخدونا حد ولا مفيدة؟ كيف كيف؟ لا لا مشو كيف كيف؟ هاي انت كنت تتلكمني كتقول لي حد، هو ليش ما يقولهاش؟ اسم مفيدة جلت خوف ضامر ياسر ياسر. بالله وانت ماك اسمك الياس، ليه باش نعود ندي لك التوكابري؟ باهي التوكابري؟ استاذ مارس شنو هي الذبانه اللي قصتها لبون؟ منين جينا الذبان ولادي؟ ما عنديش ذبان. نو جو لو ديغ كان موش لابيكي. اتكلم بالعربي عايش ولدي. خالتي المنانة محلاك وقداش مقهك. يا ولادي عايشك اش تبقى فيا واني الحلاوه واني السخانه. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Sans oublier, tirarara, tarararie. One, two, and ne me quitte pas. Ami, c'est Chedi. اليوم تفرجت في المعمل نتاعكم فريمون براو. معمل نتاع عمتك صفية مش معايا. تاتا يعطيك الصحة، كيفاش زعما واقفة في الخدمة؟ قال الراجل كيف يد نتاع الحديد في كوندوات مبر. شنو الحديد اللي ملابسينه المبر وقالتلي؟ يعني امرأة حازمة في العمل. فوالا فوالا هذاك هو مقصودي. وحتى الديكوراسيون حلوة زادة. سي شادلي ياس قال عنده نوض أفكار يصلحوا للخدمة. رحم الله الممثل حاتم بالرابح ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. نرجع لسي محمد علي كمون، هو صعيب باش تتحدث على حالة فقدان وترجع تتحدث زيادة على مهرجانات وبرامج وكل، لكن هذيك سنة الحياة. سي محمد علي. الله يرحمهم. كما قلت لك الفنان قاسم كافي عطى برشا الموسيقى التونسيه، الفنان حاتم بالرابح تخلف يعني في الديار التونسه الكل الله يرحمهم هذيك الدنيا. بالنسبه للغدوه احنا مش يكون عندنا موعد ان شاء الله في مدينه الثقافه في مسرح اوبرا تونس، مسرح عنده معناتها فريمون رهبه وفي قاعه من اهم القاعات في افريقيا وفي الوطن العربي اليوم. مش يكون لنا فيها اول عرض غاديكا، وفرحانين برشا. نحب نشكر الفنانين الكل، التقنيين الكل، الناس الكل اللي امنوا بالمشروع وباش يكون ليك. عنده وجود غدوه ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك على حضورك معنا في البلاتو. للاسف الوقت داهمنا. شكرا لكم الناس الكل الحاضرين معنا، سي يوسف، سي الحبيب شيماء، سي محمد علي. شكرا ايضا لكل من ساهم في رسم صوره طيبه، نرجو ان تكون قد نالت اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين مع مكي هلال في بتوقيت تونس.